تعالى نرجع مع بعض كده سريعا لبطولة العرب. انتوا كمصريين، مش شكلك بقى كصحفي، لا كمشجع مصري ومقيم هناك، كان التشجيع المصري كان مبهر جدا بصراحة. كلحظة خسارة ماتش تونس كانت المشاعر عاملة ازاي بين الجماهير؟ ولا كنتوا طبعا شايفين لعيبة المنتخب كانوا متأثرين ازاي وحصولنا على المركز الرابع؟ هي البطولة نجحت تنظيميا وجماهيريا، واحنا شفنا ان الجمهور المصري بيساند اي فريق سواء منتخب او اندية. كان الجماهير تتمنى ان المنتخب المصري يوصل للمباراة النهائية، وكان قادر انه يوصل للمباراة النهائية، ولكن حصلت بعض الامور ما في التشكيلة، في اختيارات اللعيبة في القائمة، دخول بعض اللعيبة القائمة الاساسية وخروج بعض اللاعبين، ادى لان المنتخب ظهر بصوره غير جيده في مباراه تونس اللي كانت بالنسبه لنا احتكاك قوي للمنتخب المصري، انه احتماليه المنتخب المصري يقابل منتخب تونس او يقابل المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهله لكاس العالم. وشفنا ان احنا يعني خسرنا في اخر لحظه يعني بهدف عكسي، صحيح. ودي احبطت الجماهير المصريه اللي كانت تتمنى وصول المنتخب للمباراه النهائيه، وكنا قادرين، خصوصا المنتخب التونسي ما ظهرش قدام مصر بصوره قويه، يعني ما ظهرش المنتخب المرعب يعني. وبعدين احنا المنتخب المصري يعني كان عنده الامكانيه، كان صحيح. عنده الامكانيه وعنده القدره ان هو يوصل لابعد نقطه، واحنا شفنا المنتخب الجزائري اللي كان في بقعه مصر قدر ان هو ياخد البطوله بالدعم الجماهير. كمان المنتخب القطري قدم مباراة يعني جيدة قدام المنتخب المصري، وكان منتخب مصر كان قادر ان هو يفوز، ولكن نقدر نقول ان اللعيبة جالها حالة احباط من بداية المباراة، ان هي خسرت اللقاء نصف النهائي امام المنتخب التونسي، وظهر على اداء اللعيبة كان يعني المستوى ما كانش مرضي بالنسبة للجماهير المصرية، اللي هي يعني حزنت كثيرا لخروج المنتخب للمركز الرابع في نهاية صحيح. البطولة. الحمد لله على كل حال يعني.